ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده كده هناخد فكره بسرعه ايه البريد بورد دي وهي شغاله ازاي. طيب البريد بورد بتبقى بالمنظر ده، في منها احجام، في الحجم ده، في الحجم الاكبر، في الحجم الاصغر. احنا هنشرح على الحجم ده. هي نفس الفكره متطبقه في كل الاشكال او كل الاحجام بتاعت البريد بورد. طيب لما هتجيب البريد بورد هتلاقيها متقسمه قدامك بالشكل ده كده. خلاص هتلاقي كده بتاع حوالي 5 اخرام كده، وبعدين في فاصل، بعدين في 5 اخرام تانيين او خمسه كولومز كده، بعدين في على الجناب كده زي ما انتم شايفين 2 كولومز الناحيه دي و2 كولومز الناحيه دي. طيب النقط بقى والاخرام دي ازاي شغاله؟ كل خمسه مع بعض من دول كده، الخمسه دول كده اكنهم نود واحده في السيركت. يعني انت تقدر توصل من هنا وتاخد من هنا، اكنها نود واحده. كل دول اكنهم ايه، نقطه واحده متشرطين ايه مع بعض من تحت. خلاص نفس الكلام، اللي تحتهم دول نقطة مختلفة، اللي تحتهم نقطة مختلفة، اللي تحتهم كل خمسة جنب بعض كده دول نقطة أو نود مختلفة إيه ممكن توصل بيها حاجة في السيركت. طيب يبقى إحنا اتفقنا لغاية دلوقتي كل خمسة إيه من دول مع بعض أكنهم نود. نفس الكلام الناحية التانية بالظبط، كل خمسة مع بعض من دول نود مختلفة، كل خمسة مع بعض من دول نود مختلفة، كل خمسة مع بعض من دول نود مختلفة، وهكذا. طيب دول مش متوصلين بدول، يعني اي الخمسه من هنا دول كده وان نود، الخمسه اللي من هناك دول انذر نود، دول مش متوصلين ايه بدول. طيب تعالوا بقى نشوف اللي على الجناب دول شغالين ازاي. هتلاقي كده على الجناب في الناحيه اليمين والناحيه الشمال كل واحده منهم فيها زي 2 كولومز كده. خلاص طيب كل كولوم من دول متوصل مع بعضه من جوه لغايه نص البريد بورد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا اخدت اللي هو اول كولوم خالص على اليمين اهو، اللي هو ايه ده كده، ده كده كل الاخرام اللي تحته متوصله مع بعض. خلاص كل الاخرام اللي تحته متوصله مع بعض لغايه نص البريد بورد هنا. خلاص نفس الكلام من تحت، كل الاخرام اللي مع بعض من هنا في اول كولوم متوصله ايه مع بعض كده، وكل دول كده مع بعض لغايه هنا اهو. ده كده بالنسبه لاول كولوم. نفس الكلام بالنسبه لتاني كولوم، هتلاقي كل الاخرام متوصله ايه مع بعض، اللي تحت بعض دول كلهم متوصلين ايه مع بعض، كلهم متوصلين مع بعض، كلهم متوصلين مع بعض لغايه ما توصل لنص البريد بورد، وتبتدي تاني من تحت نود مختلف. يعني هنا اكني عندي 2 نودز، النود دي اللي هي كل ده مع بعضه، والنود اللي جنبها كل دول مع بعضهم، وعندي هنا ادي نود كمان، وادي هنا كمان نود اللي هو الجزء ده. خلاص نفس الكلام بالظبط بينطبق على الناحيه الشمال. هتلاقي في الناحيه الشمال عندك 2 كولومز اهو، كل كولوم منهم اكنه نود واحده متوصله مع بعض من جوه لغايه نص البريد بورد اهو. خلاص يعني من اول هنا، من اول الخرم ده لغايه الخرم ده كل دول اكنهم نود واحده، ومن اول الخرم ده لغايه الخرم ده اكنهم نود ثانيه. خلاص لغايه نص البريد بورد. نفس الكلام من هنا تحت، من اول هنا لغايه هنا ادي ده 1 نود، ومن اول هنا لغايه هنا ادي كمان 1 نود. طيب عادة بنستخدم الحاجات اللي على الجناب دي لتوصيل السبلاي والجراوند عشان يبقى سهل قوي تاكسس السبلاي وتاكسس الجراوند من اي مكان في السيركت. يعني مثلا ليتس سي ان انت هتوصل مثلا ترانزستور او دايود او اي حاجه ما بين النقطه دي للنقطه دي، وبعدين تحط ريزستور من النقطه دي للنقطه دي وهكذا، دايما هيبقى تحب دايما السبلاي او جراوند يكونوا جنبك عشان بتاخد منهم او ترجع لهم. طيب فعادة بنعمل ايه؟ بنروح موصلين الناحية دي مثلا بالسبلاي، ويبقى الكولم اللي هو على الجنب خالص اللي هو بره خالص ده سبلاي، والكولم اللي جنبه يكون جراوند طول نص البريد بورد دي. خلاص ولو عوزت طبعا اطولها بقى ايه، بروح موصل ايه الجزء ده كمان سبلاي وجراوند، ويبقى عندي هنا سبلاي وعندي هنا ايه جراوند وهكذا. خلاص نفس الكلام ممكن تطبقه الناحية التانية، ممكن تعمل هنا سبلاي وجراوند، وممكن يبقى برضه الناحية التانية توصل هنا سبلاي وتوصل هنا جراوند لو أنت عايز تستخدم السبلاي والجراوند من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال. ده كده ملخص سريع يا شباب للبريد بورد عشان دي اللي هنبتدي نبني عليها الإيه الكومبوننتس بتاعتنا. يعني ده أول جزء في الإكسبيرمنت بتاعت الدايتس. أول سيركت هنتعلم نعملها مع بعض هي الهاف ويف ريكتفاير. طيب بس نفتكر بسرعة جدا السيركت دي كانت مكونة من ايه علشان قبل ما نبتدي نعملها على البريد بورد. طيب السيركت دي كانت مكونة من ايه؟ السيركت دي كانت مكونة من دايت بلس ريزيستنس اللي هي اكنها الار لود ايه بتاعتي. طيب هدخل الانبوت منين وهشوف الاوتبوت منين في السيركت دي. الانبوت بيخش من هنا خلاص، من البوزيتيف سايد بتاعت الدايت خلاص اللي هي الانود، والكاثود بتبقى متوصلة هي ايه اللي على الاوتبوت خلاص، وهي دي نقطة بتاعت الاوتبوت اللي هي متوصل فيها ار ال ايه للجراوند، ده اللود ريزيستنس ايه بتاعتي. طيب المفروض ايه الفانكشناليتي بتاعت السيركت دي، او ايه اللي انا هشوفه في السيركت دي؟
احنا هندخل الانبوت بتاعنا انبوت ساين ويف خلاص بالمنظر ده، انبوت ساين ويف بالمنظر ده، وبين الدايره بتاعتي هي هاف ويف ريكتيفاير، فهو هيركتيفاي الانبوت بتاعي لمده هاف سايكل. يعني ايه يعني ايه الكلام ده؟ الداي ده هيبتدي امتى يشتغل؟ الداي ده هيبتدي يشتغل لما الانبوت هيكون في البوزيتيف سايد بتاعت الساين ويف، او بمعنى ادق لما الانبوت هيكون اعلى من ال 0.7 عشان الداي ده يشتغل، اسيومنج ان الداي ده بيشتغل عند ال 0.7 خلاص. فهتلاقي اللي طلع بالمنظر ده، طول ما الانبوت كان في يعني في البوزيتيف البوزيتيف بارت بتاعت الساين ويف خلاص، هتلاقي الاوتبوت بيفولو الانبوت خلاص، او اكتش هيبقى في فرق ما بينهم صغير قوي اللي هو ال 0.7، هيبقى النقطه دي اعلى من النقطه دي ب 0.7. اول ما الانبوت يبتدي يخش في النيجاتيف بارت بتاع الساين ويف، هتلاقي ان الاوتبوت ايه نزل للزيرو، وما ايه ما كملش ايه معاه، حصل زي ما انتوا ايه شايفين كده بالمنظر ده، تو سايد البوزيتيف بارت بتاع الساين ويف طالع مع الانبوت في الاوتبوت اهو، النيجاتيف بارت بتاع الساين ويف طلع لي في الاوتبوت اكنه ايه زيرو. الكلام ده عايزين نركبه على البريد بورد ونشوفه على الاوسيلوسكوب والكلام ده. تاني جزء في الاكسبيرمنت بتاعت الدايت يا شباب، بقى هنعمل ايه؟ هنحتفظ بنفس الهاف ويف ريكتيفاير اللي احنا عملناه في اول جزء، بس المره دي هنوصل على الاوتبوت سي اوت خلاص، هنوصل كاب كده على الاوتبوت اللي احنا ايه كنا بنشوفه المره اللي فاتت، ادي ده كده كاباستور للجراوند بارلل مع الابلود اللي هي كانت موجوده للجراوند. طيب ايه بقى اللي انا متوقع اشوفه كده قبل ما نعمل الكلام ده على البريد بورد ونحط الكومبوننتس ونقيس بالسي ار او كل الكلام ده؟ طيب احنا كنا متفقين ان الهاف ويف ريكتيفاير بحد بذات نفسه كده من غير اي حاجه كان لما الانبوت بيبقى في البوزيتيف سايد كان الاوتبوت بيفولو الانبوت، ولما الانبوت كان بيبقى في النيجاتيف سايد الاوتبوت بيقف ما مش بيفولو الانبوت عشان الدايت كان ايه بيقفل، فالاوتبوت كان بينزل للزيرو. طيب دلوقتي بقى لو انا حبيت يعني يبقى عندي الاوتبوت بتاعي ايه الى حد ما ثابت شويه، مش يفولو الانبوت في الجزء البوزيتيف وفي في الجزء النيجاتيف ينزل للزيرو خالص كده، لو انا حبيت بقى اخلي الاوتبوت بتاعي ثابت شويه او نضيف شويه عشان استخدمه سبلاي لسيركت فيما بعد، اعمل ايه؟ فالناس دي تحط كاباستور على الاوتبوت ده. طيب تعالوا نشوف كده تاثير الكاباستور اللي هنحطه ده بويف فورم بسيطه جدا قبل ما نعمل الكلام ده ايه في الكومبوننتس. تعالوا كده نشوف الويف فورم دي، الازرق هو الانبوت اللي هو كان داخلي الساين ويف اصلا، الاوتبوت ده الاوتبوت اللي هو بالرصاصي خلاص ده اللي احنا ايه هنشوفه على النقطه دي اللي هي الفي اوتبوت اللي هي كانت على الريزستنس اللي هي بارل المره دي مع السي اوت اللي احنا ايه حطيناه. طيب في البوزيتيف بارت بتاع الساين ويف ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الكاباستور بيشحن لان الدايت هيكون شغال في لما الانبوت بيكون بوزيتيف في البوزيتيف بارت بتاع الساين ويف هتلاقي الدايت ده شغال، فلما الدايت ده يكون شغال معنى كده الانبوت بيساوي الاوتبوت، فانت عمال تشحن مين؟ عمال تشحن السي اوت خلاص. طيب وانس بقى ان الانبوت نزل للنيجاتيف بارت بتاع الساين ويف يعني الانبوت بقى بالنيجاتيف، طيب ايه اللي هيحصل؟ المفروض الدايت ده هيكون اوف. طيب لما الدايت ده هيكون اوف في الكيس القديمه خلاص، لو الدايت ده كان اوف كان ساعتها الار ال الفولت اللي عليها كان بينزل ايه لزيرو. طيب المره دي بقى ايه هياخد وقت شويه عبال ما ينزل للزيرو، ليه؟ لان دلوقتي بقى معانا كاباستور مشحون اهو جنب الار لود خلاص، فلو السكه دي كده دلوقتي بقت اوبن سيركت هتلاقي ان الكاباستور ده عمال يفرغ في مين؟ عمال يفرغ في الار ال دي، فهتلاقي النقطه دي بتقل شويه مع التايم خلاص، والديشارج ريت ده هيتاثر بالفاليو بتاعت الار ال او الكرنت اللي انت سايبها من الكاباستور والفاليو بتاعت الايه الكاباستور ذات ايه نفسها، كل ما تحط كاباستور اكبر كل ما النقطه دي هتفضل ايه ثابته لمده اطول او هتفرغ بايه بريت اقل يعني. فده اللي احنا هنبتدي ايه نشوفه في النيجاتيف بارت بتاعت الساين ويف ده، اللي هتلاحظ فيه الاختلاف المره دي، اول ما الداي دي بقى اوف هتلاقي الكاباستور ايه او الاوتبوت اللي هو النقطه دي اللي هو الفولت اللي على الكاباستور هتلاقيه عمال ايه يفرغ 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 ايه بايه بالمنظر ده، واول ما يجي تاني البوزيتيف بارت بتاعت الساين ويف اللي هي السايكل اللي بعدها الدايت ده يشتغل يفتح، فاول ما الدايت ده يفتح يبتدي يشحن الكاباستور ايه تاني فيطلع للليفل ده. بعدين ايه اللي حصل؟ بعدين هتلاقي ابتدينا نخش على الجزء ده كده النيجاتيف بارت، هتلاقي الكاباستور هو اللي عمال يفرغ والدايت بقى ايه اوف وهكذا، فهتلاقي الاوتبوت بتاعك المره دي بدل ما هو كان بينزل للزيرو زي المره اللي فاتت لا هتلاقيه اتحسن شويه، هتلاقي ان هو بقى الى حد ما ثابت بالمنظر ده، وكل ما هتكبر الكاباستور كل ما هتحس ان الاوتبوت بقى ثابت اكتر. طيب اول جزء في التجربه بتاعت الدايد يا شباب اللي احنا كنا قلناه اللي هو الدايد اللي هو الهاف ويف ريكتيفاير اللي هو دايد مع ار لود، وبندخل من هنا الانبوت وبناخد من هنا ايه الاوتبوت. هنبتدي نعمل الكلام ده على البريد بورد، تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي وصلنا للبريد بورد كده بسرعه. خلاص الانبوت ده انا مدخله اهو على الكولوم اللي هو على الحرف خالص ده اللي هو بالسلك الاحمر، اخدت من النقطه دي
اخدت بالدايت، يبقى انا موصل اهو ده كده الانبوت، انا موصل الدايت ما بين النقطه دي لنقطه تانية خلاص. فاكن النقطه دي اللي هي النقطه دي كده يا شباب خلاص، والنقطه التانية بتاعت الدايت اللي هي اسميها مثلا واي اكنها النقطه دي يا شباب اهي خلاص. هاخد النقطه دي هوصلها بمين دلوقتي؟ بالار ال للجراوند خلاص. فهوصل الار ال من النقطه دي للنقطه دي، فالنقطه دي اللي هي مين دلوقتي؟ اللي انا عايزها تكون ايه؟ الجراوند خلاص. فهروح واخد سلكه من النقطه دي واوصلها للكولم التاني اللي هو ايه؟ الجراوند. انا عملت اول كولم من بره خالص هو الانبوت، وعملت تاني كولم اللي هو اللي جوه ده عملت اللي هو ايه؟ الجراوند ايه بتاعي. بعد كده اللي هعمله ايه يا شباب؟ بعد كده اللي هعمله ان انا هبتدي هدخل الانبوت بتاعي، هندخل الانبوت اتفقنا ساين ويف خلاص. الانبوت انت هتاخده من فانكشن جنريتور بالمنظر ده خلاص، احنا مدخلين على فانكشن جنريتور ساين ويف خلاص. الانبوت بيكون طالع بسلكتين زي ما انتم شايفين، سلكه لونها احمر وسلكه لونها اسود. السلكه اللي لونها احمر دي اللي هي البوزيتيف، وسلكه الاسود دي اللي هي النيجاتيف او الجراوند. فانت عايز الانبوت بتاعك يخش لك البوزيتيف هو على الدايت اللي هي كانت على النقطه اللي اسمها اكس اللي هي النقطه دي. فانا موصل اهو دي بالكولم اللي بره خالص اللي هو اتفقنا هيكون الانبوت، والالترنال الثاني بتاع الانبوت اللي هو اكنه الجراوند انا وصلته بالجراوند بتاع السيركت ايه بتاعتي اهو خلاص، اللي هو الكولم الثاني اللي هو كان ايه جوه دي كده. احنا دخلنا، احنا بنينا الدايره بتاعتنا ودخلنا الانبوت. نايس بقى نبتدي نقيس الايه شكل الاوتبوت على الاوسيلوسكوب خلاص. احنا هنستخدم في التجربه دي او في الفيديو ده تو شانلز، احنا الاوسيلوسكوب اللي معانا تو شانلز، شانل هتقرا الانبوت وشانل هتقرا الاوتبوت، وهنشوف هنرسم الشكل اللي احنا شفناه على الورقه ده هنرسمه على الايه هنشوفه على الاوسيلوسكوب خلاص. فدي كده ادي دي كده دي شانل 1 السي ار او يا شباب هتلاقي كده ايه زي ما انتم شايفين، ده اللي انت هتقيس بيه السيجنال وده الجراوند ايه بتاعك، ده يتوصل بالجراوند بتاعت السيركت اللي هو ايه الجزء الايه اللي معايا ده كده ده يتوصل بالجراوند وده هتوصله بالسيجنال اللي انت عايز ايه تقيسها وما تنساش الجراوند. طيب فين الجراوند؟ اول حاجه دي انا هوصله بالجراوند بتاعت السيركت كلها اللي هو الايه الجراوند ده يا شباب اهو خلاص، ده كده الجراوند اللي هو كان بتاع الانبوت اللي هو الجراوند بتاع الدايره بتاعتي اللي هو الجراوند بتاع السيركت ايه كلها. طيب هبتدي هقيس اول حاجه هقيسها هي الانبوت نفسه، هوصل يبقى هوصل ده كده على السلكه بتاعت الانبوت، الانبوت اللي هو كان على البوزيتيف بارت بتاع الايه الدايت خلاص. نشوف كده في السي ار او ظهر لي ايه، هتلاقي في السي ار او ظهر لك اللي هي اول تشانل اللي هي لونها اصفر، انت شايف فعلا ايه ساين ويف قدامك بالمنظر ده. طيب نبتدي نقيس بقى ايه تاني تشانل، هناخد تاني تشانل ونقيس عليها الاوتبوت وهيترسم الاثنين مع بعض ايه في نفس الوقت. ادي ده كده دي تاني تشانل خلاص، فيها برضه تو بارتس، ده هتقيس بيه السيجنال وده هيتوصل بالجراوند بتاع السيركت كلها. وده كده نحطه على النقطة اللي هي الاوتبوت اللي انا عايز ايه اقيسها دلوقتي اللي هو الاوتبوت اللي هو النيجاتيف سايد بتاع الدايت. نشوف بقى كده في اللي ظهر لنا على السي ار او، ايه اللي بقى اللي ظهر لنا على الشاشه؟ احنا اتفقنا التشانل لونها اصفر هي اللي كانت في الانبوت، والتشانل لونها لبني او ازرق دي هي ايه الاوتبوت بتاعي. لاحظنا ايه بقى؟ الانبوت وهو في البوزيتيف بارت بتاع الساين ويف، ايه اللي بيحصل للاوتبوت؟ الاوتبوت بيفولو الانبوت، او لو انتم شايفين كده في فرق بينهم بسيط قوي، الفرق ده اللي هو فعلا ال 0.7. احنا اللي احنا متفقين في البوزيتيف بار بتاعت ساين ويف، هتلاقي اول ما الدايت ده يشتغل هتلاقي الانبوت اعلى من الاوتبوت ب 0.7 او الاوتبوت اقل من الانبوت ب 0.7 اللي هو الدروب اللي حصل على الدايت. طيب ايه اللي حصل بقى اول ما الانبوت قلب نيجاتيف بارت في ساين ويف؟ الدايت ما اشتغلش. طيب لو الدايت ما اشتغلش فالنقطه الفي اوت دي هتكون بكام؟ هتكون ايه بزيرو، اللي هي متوصل عليها ار لود للجراوند، فالنقطه دي هتنزل ايه للزيرو زي ما انتم شايفين. بعدين يجي السايكل اللي بعدها نفس الكلام، في البوزيتيف بارت بتاع الساين ويف الدايت يشتغل فالاوتبوت هيساوي الانبوت ماينس ال 0.7، هتلاقي الخط الازرق بيفولو الخط الاصفر زي ما انتم شايفين وفي فرق بينهم بسيط جدا. في النيجاتيف بارت في الساين ويف هتلاقي خلاص الدايت ده مش بيشتغل، فهتلاقي الاوتبوت نزلت ايه للزيرو خلاص. ده كده السيركت بتاعه الهاف ويف ريكتيفاير. تاني بورت يا شباب اللي احنا كنا اتفقنا بعد كده هنوصل كاباستور، هنوصل كاباستور على الاوتبوت عشان نحسن الشكل الاوتبوت شويه، بدل ما هو بينزل للزيرو وبيطلع بالمنظر ده وينزل بالمنظر ده وكده، اتفقنا ان احنا هنوصل كاباستور اسمه سي اوتبوت على الاوتبوت بتاعي ما بارلل الار لود، يعني كاباستور من الفي اوت للجراوند. فده اللي احنا هنعمله في الجزء الثاني في التجربه،
خلاص، وهنشوف بقى شكل الاوتبوت بعد ما هنوصل للكاباستور ايه اللي هيحصل. فانا دلوقتي كل اللي هعمله ايه، كل اللي هعمله ان انا همسك الكاباستور ده هوصله بارلل مع الريزيستنس او بارلل مع الار لود بتاعي. كده انا وصلته بارلل مع الار لود بتاعي. تعال بقى نشوف ايه اللي حصل في الايه، في الاوتبوت على الاوسيلوسكوب. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، الانبوت زي ما هو الاصفر اهو، ما حصلوش اي حاجه. مين بقى اللي اتغير المره دي؟ اللي اتغير المره دي هو الاوتبوت اللي هو ايه، باللبني او الايه، الازرق الفاتح ده. زي ما انتم شايفين الاوتبوت شكله زي ما كان اكسبكتد بالظبط. في الجزء اللي هو البوزيتيف بارت بتاع الساين ويف، الدايت بيبقى شغال، فالكاباستور ده ايه، بيشحن لاعلى ايه قيمه ممكنه. خلاص، طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ بعد كده اول ما الدايت يبتدي ايه، يبتدي يقفل، المره دي بقى الاوتبوت مش هينزل للزيرو. ايه اللي هيحصل؟ الاوتبوت المره دي هيكون بيفرغ ببطء نتيجه ان في سي اوت مليانه، خلاص مشحونه على الاخر، محطوطه على الاوتبوت. فساعتها هيبتدي ايه بقى، مين اللي هيشيل الاوتبوت؟ اللي هيشيل الاوتبوت هو السي اوت اللي كانت ايه موجوده. فهتلاقي في الجزء ده بدل ما كان بينزل للزيرو، لا انت هتلاقي السي اوتبوت عماله تفرغ خلال الار لود المحطوطه دي، لغايه ما تيجي ايه السايكل اللي بعدها والدايد يفتح تاني، فنشحن السي اوت لاعلى فاليو ممكنه، اللي هي هتكون ان الفي اوتبوت بتساوي الفي انبوت ماينس 0.7. بعدين كمان شويه لما ندخل في النيجاتيف بارت بتاعت الساين ويف، السي اوت هو اللي يبتدي يفرغ ايه بمنتهى ايه البطء، خلاص خلال الار لود وهكذا. طبعا كل ما الفاليو بتاعت السي اوت تزيد، كل ما هتلاقي النازله دي هتلاقيها صغرت، هتلاقي خط اولموست بقى ثابت. وكل ما السي اوت تقل، يعني لو حطيت سي اوت صغيره جدا، هتلاقي ان الخط ده بينزل كده اهو لقيمه ايه، اقل قيمه اقل قيمه اقل، لغايه ما تشيل السي اوت خالص يرجع لك نفس الشكل القديم بالظبط اللي كان موجود في اول بارت في التجربه. طيب ثالث جزء في التجربه يا شباب، هنشتغل الكليبر سيركت، هنعمل كليبر سيركت في ثالث جزء وحاجه شبهها في رابع جزء. طيب الكليبر سيركت اللي عندنا دي مكونه من ايه؟ مكونه من ريزيستنس بالمنظر ده، والدايت متوصل على الاوتبوت للجراوند. خلاص، يبقى الفي انبوت داخلي من هنا والفي اوتبوت هاخده من هنا. خلاص، الفي اوتبوت متوصل عليه دايت للجراوند، الانبوت برضو اللي هدخله ساين ويف وهتفرج على الاوتبوت بتاعي. تعالوا كده بس نفتكر ايه اللي هيحصل، او نفكر في اللي هيحصل من الجزء الثيوريتيك اللي احنا واخدينه قبل ما نشوف الكلام ده على الاوسيلوسكوب. دلوقتي انا لو دخلت الانبوت بتاعي خلاص كساين ويف بالمنظر ده، امتى الدايت ده هيكون شغال؟ الدايت ده هيكون شغال لما الانبوت هيكون في البوزيتيف بارت بتاع الساين ويف. طيب لما الدايت ده هيكون شغال، الدايت هو شغال بيبقى عليه 0.7 صح؟ طيب فلو النقطه دي زيرو اللي هي جراوند، فهتشوف اللي هنا ايه على الاوتبوت 0.7. جميل جدا. طيب في النيجاتيف بارت على ساين ويف، ساعتها الدايت ده مش هيكون شغال. طيب لو الدايت ده مش شغال هتشوف ايه مكانه؟ هتشوف اوبن سيركت. طيب لو انت شفت اوبن سيركت من هنا، الفي اوتبوت هيساوي مين؟ هيساوي الفي انبوت ايه على طول. فده اللي احنا هنشوفه، الفي انبوت هو الازرق والفي اوتبوت هو اللي بالرصاص. هتلاقي لما الانبوت هيكون في البوزيتيف بارت بتاعت الساين ويف، ساعتها الدايت اشتغل من هنا، الدايت هيكون اون خلاص. هتلاقي الاوتبوت اللي على الدايت وصل بالمنظر ده، هيبقى ايه حوالي 0.7 او حاجه ايه بسيطه كده. طيب في الجزء اللي هو النيجاتيف بارت بتاعت الساين ويف، هتلاقي الدايت ده بقى اوف. واول ما الدايت ده هيكون اوف، ايه اللي هيحصل؟ قلنا هيكون اوبن سيركت، فالفي اوتبوت هتساوي الفي انبوت، فهتلاقي الاوتبوت بيفولو الانبوت بالمنظر ده. تعالوا نشوف الكلام ده على البريد بورد بتاعتنا. تعالوا كده بس نبص الاول على السيركت ازاي عملناها. انا عندي السلك الاحمر ده هو الانبوت اللي كان داخلي، اللي احنا اتفقنا ده الساين ويف. انا وصلت من بعد كده ريزيستنس بالمنظر ده اهو خلاص. الطرف الثاني بتاع الريزيستنس، الطرف الثاني بتاع الريزيستنس خلاص، انا وصلت عليه الدايت اهو، الدايت من هنا اهو للجراوند خلاص. النقطه الاسود دي اللي هي الجراوند بتاعي، وصلت اهو ده كده الجراوند بتاعي. الانبوت انا دخلته من الفانكشن جنريتور، الاحمر ده البوزيتيف بارت بتاع الانبوت، والاسود ده النيجاتيف بارت بتاع الانبوت اللي هو اكنه الجراوند. هبتدي هقيس ايه بقى؟ هقيس برضو بالتو شانلز بتوعي، هقيس الانبوت بتاعي وهقيس الاوتبوت بتوعي على الاوسيلوسكوب وهرسمهم فوق بعض. طيب تعالوا بقى نشوف الكلام ده لما هنرسمه على الاوسيلوسكوب هيطلع لنا ايه. ده المنظر اللي انتم شايفينه على الاوسيلوسكوب، الاصفر هو الانبوت بتاعه. طيب الانبوت داخل ساين ويف زي ما انتم شايفين، ايه بقى اللي حصل؟ فين الاوتبوت؟ الاوتبوت اللي هو لونه لبني او ازرق فاتح ده. طيب
زي ما انتم شايفين كده في البوست بارت بتاعت الساين ويف الجزء اللي هي ده كده خلاص هتلاقي فعلا ان الدايت شغال والفولت اللي على الاوتبوت تقريبا قيمته كام هو 0.8. طيب في النيجاتيف بارت بتاع الساين ويف قلنا الدايت ده مش هيكون شغال معناه اوبن سيركت فساعتها الفي اوت هتساوي الفي انبوت الفي اوتبوت هتساوي الفي انبوت فهتلاقي الاوتبوت بيفولو الانبوت او الخطين محطوطين فوق بعض بعدين يرجع تاني نيو سايكل من اول هنا سايكل جديده البوزيتيف بارت بتاع الساين ويف الدايت شغال فالاوتبوت تقريبا بيساوي 0.7 النيجاتيف بارت بتاع الانبوت او الساين ويف الدايت مش شغال فالاوتبوت هيساوي الانبوت وهكذا. ده كده كان ثالث جزء في التجربه. طيب رابع جزء في التجربه هنتكلم عن ايه؟ هنعمل نفس الدايره دي بس هنعكس ايه التوصيله بتاعه الدايت. يعني بدل ما احنا كنا هنا كنا موصلين الانود هو اللي فوق والكاثود هو اللي على الجراوند المره دي هنوصل الكاثود هو اللي على الفي اوت والانود هو اللي هنوصله ايه على الجراوند. طيب تعالوا كده نفكر من جزء الـ او يعني نحاول نفهم كده من الجزء الثيوريتيكال الاوتبوت هيكون شكله عامل ازاي قبل ما نروح نشوفه في السيركت على البريد بورد والاوسيلوسكوب. طيب الانبوت بتاعي هيدخل برده كساين ويف وهشوف الاوتبوت اللي هو ايه مرسوم بالرصاص ده. طول ما الانبوت في البوزيتيف بارت بتاعت الساين ويف الدايت ده مش هيكون شغال فالدايت ده لو هو مش شغال خلاص هيبقى كانه اوبن سيركت. طيب الدايت ده لو اوبن سيركت ايه اللي هيحصل؟ الاوتبوت هيساوي الانبوت فهتلاقي الاوتبوت بيفولو الانبوت. طيب في النيجاتيف بارت بتاعت الساين ويف بتاعت الانبوت ساعتها الدايت ده هيشتغل. طيب لو الدايت ده اشتغل هيبقى عليه دروب كده 0.7 صح؟ النقطة دي أعلى من النقطة دي ب 0.7 فالنقطة دي هتبقى عند حوالي كام؟ نيجاتيف 0.7 وهتشوفها ثابتة إيه؟ كده أهو خلاص؟ ده اللي إحنا هنشوفه دلوقتي على السيركت بتاعتنا اللي هو الرابع في التجربة اللي هو الكليبر سيركت بس بعد ما عكسنا الدايت. تمام؟ دي السيركت بتاعتنا زي ما أنتم شايفين أهو الإنبوت بتاعي داخل اللي هو السلك الأحمر دي خلاص اللي هو البوزيتيف تيرمينال بتاع الإنبوت اللي إحنا اتفقنا الإنبوت هندخله ساين ويف. من هنا وصلت ريزيستنس الاول اهي من ريزيستنس من النقطه دي للنقطه دي النقطه دي اللي هي الاوتبوت نود بتاعتي حطيت المره دي دايت من الاوتبوت نود للجراوند بس المره دي عكست ايه التوصيله بتاعت الدايت ده دلوقتي هو الكاثود والانود هو اللي ناحيه الجراوند والخط الاسود ده اللي هو مين الجراوند. طيب تعالوا بقى احنا هنشوف على دلوقتي الاوسيلوسكوب هنشوف الرايتين هنشوف النقطه دي اللي هي الانبوت وهنشوف الاوتبوت بتاعي اللي هو النقطه دي خلاص. تعالوا كده نشوف على الاوسيلوسكوب ايه اللي هيحصل. زي ما انتم شايفين دلوقتي على الاوسيلوسكوب اهو خلاص عندنا الخط الاصفر ده الخط الاصفر ده هو الانبوت والخط اللبني او الازرق الفاتح ده هو الاوتبوت. طيب اتفقنا ان احنا في البوزيتيف بارت بتاع الساين ويف الدايت هيكون اوف فلما الدايت هيكون اوف ايه اللي هيحصل؟ الاوتبوت هيفولو الانبوت زي ما انتم شايفين فهتلاقي الخط الازرق والخط الاصفر هما الاثنين ماشيين مع بعض طول ما انت ايه في البوزيتيف بارت بتاع الساين ويف. طيب اول ما تيجي للنيجاتيف بارت بتاع الساين ويف اتفقنا ايه اللي هيحصل؟ اتفقنا ان الاوتبوت هيساوي نيجاتيف 0.7 لان الدايت هنا هيكون شغال ولما الدايت هيكون شغال هيكون عليه دروب 0.7 فالانود هتكون اعلى من الكاثود بال 0.7 الانود دي اللي هي كانت جراوند فالكاثود هيكون نيجاتيف 0.7 واحنا اتفقنا الاوتبوت بتاعنا متوصل على الكاثود خلاص فهتلاقي الاوتبوت بتاعك ثابت عند نيجاتيف 0.7 لان هنا ايه الدايت شغال. تدخل على السايكل اللي بعدها هتلاقي السايكل اللي بعدها ايه برده هنا الدايت كان اوف فالاوتبوت هيساوي الانبوت. بعد كده تخش على النيجاتيف بارت بتاع الساين ويف هنا الدايت يبتدي يشتغل فالاوتبوت بتاعك يساوي نيجاتيف ال 0.7. كده احنا خلصنا الجزء الرابع في التجربه يا شباب.